برشلونه عشان نعمل دوره بشكل اكثر امان. من يعني واضح ان دلوقتي اوروبا بتقفل تاني، فلو كنا عاملين مهرجان كمان 3-4 اسابيع كان هيبقى صعب قوي ان احنا يعني، فاحنا المهرجان تقريبا كمان 5-6 اسابيع من دلوقتي او 5 اسابيع ونص. اتمنى ان ده يدينا فرصه اكتر شويه ان احنا نعدي البيك او الذروه بتاعه الموجه الثانيه اللي احنا العالم بيشهدها دلوقتي، فيمكن ده كان سبب القرار الاساسي يعني. مستحق من وجهه نظري اكيد، والا ما كنتش هدعم الاختيار ده. لجنه استشاريه كلنا اعتبرنا الاسم ده بشكل. السنه اللي فاتت كانت منى شلبي، السنه دي منى زكي. دول يعني لو هتحطي جنبهم يعني عدد من الاسامي القليله تانية من نجمات الجيل ده، هم فعلا نجمات الجيل يعني. منى زكي يعني يا دوب المفروض هتبقى دوره اصعب بكتير وتحديات اكبر بكتير من السنه اللي فاتت يعني، تحديات على كل المستويات. لكن احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجه يعني تليق بمهرجان القاهره يعني ان شاء الله.